عبيد راهو راشدي راهو راشدي دقوا جاوا مجموعة من الأشخاص دقوا على جرس الباب وطلبوا من ولدي باش يجيو يخرج معاهم وعايت أبوه لأنه ضربوا له السيارة نتاعو. خرج الأستاذ العيال هو ولده قالوا له اخزر راهو السيارة مضروبة هما يوريو فيه في السيارة وهما معناها وكانت هناك مجموعة ثلاثة سيارات بارتنير وركبوه في خطفوه في حملوه في البارتنير بالقوة بالعنف وحملوه إلى هزوه إلى وجهه وحاول ابن الزميل يقاوم يعني باش يشد أبوه مع الأسف الشديد. هذه عملية اختطاف الزميل عبد الرؤوف العيادي. بالنسبة للزميل شكري بالعيد يعني ما عنديش يعني يمكن هو طوي هذا من جهة أخرى أنا مباشرة بعد حصولي عندي للموضوع اتصلت بالسلطة المعنية اتصلت بالسيد وزير العدل واستغرب الموضوع قال لي الأستاذ عنده حاجة معناها تتبع قلت له عنده حتى تتبع وسمح بحدايا قال لي تولي نجم نعمل واتصلنا بالجهات الأخرى وزارة الداخلية إلى آخره وفي الحقيقة كل واحد يقول اللي نجموا نعملوه أتوا نعملوه وحملنا بالطبع كل الناس حملناها مسؤولياتها والحمد لله الزملاء خرجوا شيء ألم اللي ورهونا الزميل حقيقة معناها يندهى الشيء يندهى الجميع. أنا الكلمة لكم زميلاتي زملائي في الهدوء في إطار بالطبع في إطار الهدوء سنعطي الكلمة للأستاذين عبد الرؤوف العيادي وشكري بالعيد ثم الكلمة لكم. السلام عليكم سيد العميد استاذ الزملاء الزميلات هو كنت على عيد من البارح مبادرة في بعض المناضلين يعني عملنا تجمع وأخذنا فيه الكلمة وكان ذلك يعني من منطلق التضامن مع أهلنا سيدي بوزيد وغير سيدي بوزيد رد السلطة يعني احنا كنا نعتبر ان المحاماة يعني هي وهذا تعرفوه في التاريخ كانوا شكلوا قادة الحركة الوطنية كانوا في زد في الديمقراطية هم اللي اعتبروا فقلنا يعني وفاء لهذا التاريخ ان المحاماة لازمش تستنى التعبير عن تضمنها وهذا حدث في سبقونا جهات فقلنا ما نزيدوش نستناو وعملنا خلينا الكلمة مشكلتنا احنا شنيا احنا نريد ان نعيد الكلمة الشرف لان ما تعرفوا على مدى 23 سنة العهد المظلمة كان دائما خطاب التزييف الى ان هبط الشارع قال الحقيقة الحمد لله احنا كنا نعتبرها امانه الكلمه قلناها الكلمه عبرنا عليها في المداخله طبعا اذا تسعى ثمن العشيه يعني جميع ثلاثه سيارات وعملوا لي عمليه اختطاف انت ما انا مشهد سينمائي اكثر من وقت ويعني جردوا في الاخر يعني قاوموا في الحقيقه أنا ما نجمش نكلم روحي. لأن لازم نفهموا المحاماة هي على رأس المقاومة وهي تقاوم الشر وهي تقاوم السرقة وهي تقاوم الاستبداد والاستعباد التعذيب هذا نظام التعذيب
الحزام التعليم الفات طلع عليها شيء يندرج جنبيه، يعني الانسان يحشم الرب وين يعفوز من الكل يراه يعني وحكاونا شيء كبير. انا الضريبه اللي كنت تعاملت كمواطن عادي فتعاملت كمواطن يعني هزوني كما المواطن العادي، عملوا لي بلوزون على وجهي حطوا على فمي باش ما نتنفسش، هذا انا دخل انا مانيش في راكب السياره، انا ممدد بين الاربع كراسي المساحه هذيك وما عنديش حق نشوف وين ماشي. قالوا برا طلع فيه الجبل وقعدت السياره دور دور. انا قلت لي عمليه نتاع انتقام يعملوها الترابلسيه والحسابات الاجرام مش مشكل، مش مشكل ندفع الضريبه مش مشكل، انا ما نخافش الحمد لله بعد الحب. أصحاب القضية لما يواجهوا أصحاب الثروات المسروقة هذا كش يصير، لابد من مواجهة. ف يعني مشاو بالسيارة حوالي يجي ساعة وربع فهمت، واللي محامي قاوس عنه هذا اش لبس؟ أحمد الله سبحانه وتعالى أني شرفني أني قطرة دم كانت مشات كنت مع دم إخواننا وأبنائنا. يعني حكيني بحفية ما عندي حتى شيء صحيح حفية غير المليون عملوا لي كيما ثقافة البوليس السياسي ثقافة غوانتنامو، هذا ما يصاب الجرائم احتلوا البلاد ومثقفين عقيدتهم عقيدة غوانتنامو. ف من جبت الدائرة هما جبتوا لي قناة الدفع على الإرهابيين الإرهابيين هذوما معناها هذوما ينجم يكونوا معناها أنت في أوتيل وما يفجروك. اسمع يعني حاسبوا فيا في برشا حاجات لكن ما فيش ثقافة تحت شيء. خلاوي حافي ثقيل على الواحد والهيئة هذيك محامي محامي شيخ تقيم الأخلاق لا أتحدث عن البداءة ولا أتحدث عن المستوى مستوى العصابات هذه ثقافة بسبب البداءة كنت لا تكون لنا بداءة ولا يفعلون لنا سرقة حيث أنا ثقيل الحالة هذيك عشرة مدنيين. بعد جاني قال لي عندك محضر صح؟ لا محضر. قال لي أنت شنو الشعرات؟ قلت له ما نجاوبكش شكونك أنت؟ قال لي ما يهمكش فيا وكذا وكذا. قلت له أنا وين؟ قال لي شبيك أنت في سبخة ولا في ما؟ قلت له ما نعرفش وين؟ أعطيني شنو هي البقعة اللي أنا فيها؟ قلت له ما يجاوبكش. هذيك باش قعدت تعامل مع غير قانون. مع محامي. هكذا فكرت أنا فكرت شعر شعب المظلوم على أرضه، شعب المسكين اللي تو حب نادي بالخبيز يا وجه في برصاد لحق مرشد. ثم يطلع المسؤول الأول يقول مازلنا باش نحاكموا باش نرموا عن غير استحياء. احنا لا نخاف، احنا سنكون مع شعبنا. فانا اعتقد ان اول واجب الهيئه ان تشكل مجموعه تمشي وسجي مزيد.
حوار كبير ديمقراطيه راس نتاع يعملوا الناس ديمقراطيين ما يعملوهاش الناس جمال جرح برج وتعذيب والترهيب قال لي شنو هي الدوله انا ما فيش امراه من مقتول رصاصه ولا انا متفجر السياره تهديدات مبطنة وكلام كلام هذا احنا نعتبره ان القضية الحوار يا سيد العميد مرحبا يعني الحوار والعالية الديمقراطية مش يعني نحن ندوروا عن فرنسي وكل نطوب يكون فهمت وما ثم شيء حوار وإذا كان هو حوار حوار شهرية يعني من مقام من يعبر على موقف إيه حوار شو غريب غريب أن يتخلى على مبادئ أن يتخلى على قضايا أن ما نفرش مع شعبي شنو حوار غريب شهر نشكرك يا سيدي.